بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 72 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء يجمعنا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما نسمع. حفظكم الله. هذا السائل بدر السعيد يقول: ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هل يؤخذ بهذه الأمور وماذا يدخل فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني بذلك أن الأقسام ثلاثة، أقسام الأحكام الشرعية في المعاملات والمآكل والمشارب ثلاثة أقسام: ما هو حرام بين التحريم مثل الربا والرشوة والمكاسب المحرمة الواضحة، ومثل تحريم الميتة ولحم الخنزير والخمر، هذه حرام بين. وهناك حلال بين، ذلك ما كان طيبا في ذاته أو في مكسبه، في ذاته التمور والحبوب والفواكه، هذه طيبة في ذاتها، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أو في مكسبه أن يكون من كسب حلال، فهذا طيب في مكسبه مثل البيع والشراء، تأجير، غير ذلك من العقود، هذا حلال بين. وبينهما أمور مشتبهات، ليست بينة أنها من الحلال أو أنها من الحرام نظرا لاختلاف الأدلة فيها أو غموض الأدلة فيها، فهذه لا يعلمها إلا أهل العلم، لهذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمها العوام والطلبة المبتدئون وغير المتمكنين من العلم لا يعلمونها، إنما يرجع فيها إلى أهل العلم المتمكنين. إن حكموا بأنها حرام تلحق بالحرام، إن حكموا بأنها حلال تلحق بالحلال، وإذا لم يعرف ولم يحكم فيها فإنها مترددة بين الحلال والحرام، وهذا ما يسمى بالمشتبه. ولهذا قال: فمن اتقى الشبهات، هذا يترك ويتقيه الإنسان احتياطا، من اتقى الشبهات يعني تركها، استبرأ لدينه وعرضه، نزه دينه ونزه عرضه، لأنه سلم من الدخول في شيء مشتبه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذا تساهل الأمور المشتبهة تساهل في الحرام شيئا فشيئا، فالاحتياط أن يتجنب ما لم يتبين حكمه في الشريعة الإسلامية حتى يتبين ويتضح، وهذا ما يسمى بالاحتياط ويسمى بالورع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي هذا الحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع عثمان بارك الله فيكم من الرياض يقول: يسأل عن صلاة الجنازة في وقت النهي، قال صاحب العدة: لا خلاف في الصلاة عليها وقت النهي، هل المراد خلاف العلماء أم خلاف المذهب؟ لا خلاف فيها بين العلماء صلاة الجنازة في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب، ولأن الجنازة يحصل عليها ضرر لو تأخرت، فيبادر بها الوقتين الطويلين بعد العصر وبعد الفجر، يبادر بها ولا تحبس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل سعد اليحيى يقول: هل كان زواج المتعة معروف في الإسلام وما حكمه؟ نعم، زواج المتعة هو الزواج المؤقت، الزواج المؤقت، وكان مستعملا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، كان مستعملا ثم حرم ثم رخص فيه ثم حرم إلى الأبد في حجة الوداع، فهو محرم مجمع على تحريمه، لأن آخر الأمرين تحريمه، ولم يأتي رخصة بعد ذلك، فهو محرم بالإجماع، بإجماع أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلته يقول: ما حكم هدايا الطلاب للمعلمين؟ لا يجوز هذا، لأنه من الرشوة
الرشوة، لأن المعلم يحكم على الطالب يصحح أوراقه الاختبار، فهو يحكم عليه، فلا يجوز أن يأخذ من الطلاب هدايا، لأن هذا من الرشوة، لأن هذه الهدايا تؤثر عليه وقد يتسامح مع المهدين ويحابي معهم. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى أيضا أسئلة وردت من المستمع أبو معاذ، يقول: هل لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم مزية خاصة به، وهل يجوز عند الدعاء التوجه إليه، وما هي الزيارة الشرعية لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن قبر الرسول أفضل من غيره، والرسول أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ولم يرد في خصوص زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دليل، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور عموما، فيدخل قبر الرسول فيها من باب أولى، يزار صلى الله عليه وسلم لأجل السلام عليه، لأجل السلام عليه والدعاء له بما ورد، وكذلك بعد السلام عليه صلى الله عليه وسلم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما إلى جانبه عليه الصلاة والسلام، مدفونان إلى جانبه. هذه زيارة شرعية مستحبة لمن كان بالمدينة، لمن كان بالمدينة، إما أنه من أهلها وإما أنه قادم إليها، وأما أن يسافر لأجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ولم يرد دليل صحيح بل ولا حسن بل ولا ضعيف حتى فيه زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأمر بها. كل الأحاديث الواردة في هذا إما ضعيفة شديدة الضعف وإما مكذوبة لا يعمل بها، فلا يسافر لأجل زيارة القبر، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني لا يسافر، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني السفر لأجل العبادة، أما السفر للتجارة وصلة الأرحام والنزهة وغيره هذا مباح، لكن السفر لأجل العبادة في مكان خاص هذا لا يجوز إلا هذه 3: مسجد الحرام، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى. نعم. أحسن الله إليكم. ولكن هناك من يربط الحج بزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله، هذا من الجهل، لا علاقة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، ولا علاقة لزيارة مسجده. نعم. هنا قلنا أن المشروع زيارة مسجده بعد الحج أو غير وقت الحج، الصلاة فيه، الصلاة فيه عن 1000 صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسافر لأجل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل إلى المدينة تدخل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبور البقيع وقبور الشهداء في أحد تبعا لا قصدا. نعم. أحسن الله إليكم. مصطفى أحمد من الرياض يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم؟ نعم، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو صفة من صفاته، واليمين تكون بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. أيضا سؤال الآخر يقول: ومن حلف بغير الله فما هي الكفارة؟ كفارة اليمين، إطعام عتق رقبة، كما قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. على خلاف بين العلماء هل الحلف بغير الله هو محرم، لكن هل تجب به كفارة أو لا؟ بعض العلماء يرى أن فيه الكفارة، وبعضهم يقول لا كفارة، لأنه يمين غير منعقد، لأنه غير مشروع وغير جائز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: قد ابتليت بخسائر مادية كبيرة، وأنا الآن أتحسر وأتأسف على ما فات مما لم ما مضى مما حصل لي، هل هذا بارك الله فيكم من التحسر والتأسف هذا هل هو مذموم في الشريعة؟ نعم، هذا مذموم، والمشروع الصبر والاحتساب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كي لا تأسوا على ما فات، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاك، وكل الأمور بقدر الله وقضائه، فإذا عرفت ذلك هان عليك الأمر، صبرت، لأن المقدر لا بد أن يقع فلا حيلة في دفعه، عليك الصبر والاحتساب لأجل الأجر والثواب. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أبو علي من جدة، يقول: ما حكم الوشم على الوجه واليدين، وهل يدخل في ذلك وسم الإبل والغنم؟ الوشم حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو من أمور الجاهلية ومن تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، والوشم يكون في بني آدم وهو من الكبائر، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن الواشمة والمستوشمة، فهو من الكبائر. وأما وسم البهائم
الشمائم لتعرف فلا مانع من ذلك، لكن لا يكون هذا في الوجه، إنما يكون في غير الوجه من البهيمة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو شروق من جدة يقول: نحن نؤدي صلاة الظهر في مدرستنا مرحلة ثانوية في فناء أو فناء المدرسة جماعة بعد الحصة السابعة، والحمد لله على ذلك. السؤال: هل نؤذن في هذا المصلى مع العلم أن المسجد يبعد عنا حوالي 300 متر، ونسمع الأذان أحيانا وأحيانا لا نسمعه، فهل يجب علينا الأذان؟ الوجوب لا يجب عليكم الأذان، لكن يستحب لكم أن تؤذنوا إذا دخل الوقت استحباب، وإلا الوجوب يكفي أذان المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل بارك الله فيكم يقول: بعض خطباء المساجد أثناء الخطبة يجعل الخطبة الثانية عبارة عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء، فهل لهذا أصل، وما هي أركان خطبتي الجمعة؟ لا ينبغي أنه يقتصر على الصلاة على الرسول والدعاء، بل يذكر في الخطبة الثانية شيئا من التوجيهات والمواعظ، وأيضا يصلي يحمد الله في أولها، ويصلي على النبي صلى الله ويتشهد الشهادتين، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويدعو فيها في آخرها. المهم أنه ما يفرغها من التذكير ومن التوجيهات، يجعل فيها شيئا من ذلك. وأركان الخطبة كما ذكر العلماء هي حمد الله جل وعلا، والشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة، وقراءة آية من القرآن. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد صديق يقول: أنا رجل من بلاد غير هذه البلاد المباركة، وجئت للعمرة وتخلفت، فهل يجوز لي العمل هنا، وما حكم المال الذي أتحصل عليه؟ هذه مسألة نظامية. إذا كان النظام لا يجيز لك أو يمنعك من العمل فلا تعمل، أما إذا كان النظام يسمح لك بذلك فلا مانع. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أنا رزقني الله عز وجل بالتوبة، وقد كنت في أيام سابقة أو في السنة الماضية لم أصم تقريبا شهر رمضان، فأرجو إرشادي وتوجيهي، وهل لي من توبة وكفارة؟ نعم، التوبة لك توبة من كل الذنوب، توبة مشروعة من كل الذنوب، وكذلك عليك قضاء صيام رمضان الذي تركته فتقضيه لأنه باق في ذمتك، ما تكفي التوبة، لا بد من قضاء الصيام لأنه ركن من أركان الإسلام في ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم. السائل محمد يسأل حفظكم الله، يقول: أنا أصلي صلاة الاستخارة وأرتاح بعدها للموضوع الذي استخرت الله فيه، ولكن في اليوم الثاني أبدأ أتضايق من هذا الموضوع، فأرجو منكم أن تبينوا لي ما هو ضابط صلاة الاستخارة، وما هو الحل لهذا التغير، وهل هذا من وساوس الشيطان؟ صلاة الاستخارة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، صلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلم يدعو بدعاء الاستخارة، ثم يعمل بما ترجح لديه أو مال إليه من الأمرين المتردد فيهما، وإذا جاءه وساوس بعد ذلك استعيذ بالله من الشيطان ولا يضره إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أم سعد من الخرج تقول: هل على الزوجة كفارة ظهار إذا قالت لزوجها أنت كأبي أو أخي؟ فقد سمعنا من أفتى بذلك. نعم، هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها عليها كفارة يمين وليس عليها كفارة ظهار، هذا خاص بالزوج. نعم. أنتقل إلى سؤال آخر بعثه الأخ أبو هشام من تبوك، يقول: هل يجوز إذا ذكر الخطيب وهو على المنبر في صلاة الجمعة ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي عليه، وإذا قال استغفروا ربكم عند جلسة الاستراحة أن أستغفر وأدعو، أم يعد هذا من اللغو؟ إذا سمعت اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر الرسول في الخطبة تصلي وتسلم عليه، لكن سرا، لا ترفع صوتك بذلك والإمام يخطب، تصلي عليه في نفسك في سرك. وأما إذا جلس الإمام بين الخطبتين فإنك تستغفر وتدعو بما تيسر لك. نعم. هذا الدعاء هل يلزم في رفع اليدين؟ لا، يدعو بدون رفع يدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الله يقول: أنا صليت العشاء مع الإمام وقد فاتتني 3 ركعات، فلما قضى الإمام من الصلاة صليت بعده ركعتين ثم جلست التشهد ثم قضيت
قضيت الركعة الأخيرة، فهل صلاتي صحيحة؟ هذا خطأ، لأن الواجب عليك أنك جلست بعد ركعة، ضيفها إلى الركعة التي أدركتها مع الإمام، ثم تجلس للتشهد الأول، فما فعلته خطأ، ولكن صلاتك صحيحة إن شاء الله، نتيجة للجهل في هذا. هذا محمد، وإذا سجدت للسهو فهذا أحسن. نعم. محمد مصري يقول: المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين في الخارج إذا بذل كل جهده في تعلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه من التوحيد والعقيدة من خلال سؤال العلماء الثقات، ولكنه وقع في الشرك الأكبر وهو لا يعلم، سواء كان ذلك الشرك شركا في الربوبية أو شركا في العبادة، هل يعذر؟ لا يعذر، الشرك من الأمور الواضحة في القرآن وفي السنة كلام أهل العلم، إنما يعذر في الأمور الغامضة، أما الأمور الواضحة كالشرك والتوحيد وتحريم الزنا وتحريم السرقة وغير ذلك، هذه أمور واضحة، فعليك بالتوبة إلى الله مما حصل، وعليك بتعلم العلم النافع حتى لا تقع في مثل هذا مرة ثانية. نعم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذه الرسالة التي بعثها الأخ فهد من الرياض، يقول: زوجتي يا شيخ تطلب مني الطلاق وأنا أرفض، حتى وصل بها الأمر بعد توصيلي لها إلى أهلها أن لا ترجع إلى منزلها، هل أستمر في الإنفاق عليها وهي الآن حامل في الشهر السادس، وهل أوافقها على الطلاق؟ هذا ينظر فيه، فإذا كان الطلاق له سبب موجب فإنك تعالج هذا السبب الذي حملها على طلب الطلاق، تعالج هذا السبب تصالحها، وأما إذا كان الطلاق ليس له سبب وأنت قائم بالواجب فلا تجبها إلى ذلك وهي آثمة. جاء في الحديث الصحيح: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وأما أنها خرجت من بيتك وذهبت إلى أهلها بدون رضاك وبدون إذنك وأنت لم تقصر فهذه ناشز، والناشز ليس لها نفق. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، نأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.